اهلا بكم من جديد في قناة هنذاكر ونفهم. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض يونت 7 ليسون 4. طبعا اليونت كلها بتتكلم عن العالم وازاي العالم ده بيدار، ايه البيئات اللي فيه، ايه الطاقة اللي بنستخدمها. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الانرجي وايه انواع الانرجي، وقلنا ان في مصادر متجددة اللي هي renewable energy ومصادر غير متجددة اللي هي non renewable energy. النهاردة بقى هنتكلم ان شاء الله برضو عن الانرجي، بس هنتكلم ايه ازاي ممكن ابني محطة تولد لي كهرباء، ازاي ممكن استخدم الووتر عشان اعمل اطلع منها كهرباء وتبقى مصدر انرجي للبلد علشان تشغل لي البيوت والمصانع والشركات وهكذا. طيب قبل ما نبتدي، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول، ويلا بينا نبتدي. المرة اللي فاتت كنت سايبه لكم هومورك، تعالوا بينا نحله. Number 14, we can use tidal energy from the moving A to make electricity. طيب طالما في tidal يبقى احنا بنتكلم عن المد والجزر، دي حركة A. Bravo. Water from the moving water، دي اسمها tidal energy، وقلنا ان الwater goes up and down. Number 15, wind and A turbines work by movement. قلنا ان turbines هنا بتتحرك مع الwind وكمان مع A. Bravo. مع الwater او الwaves. Number 16, in other places it is very hot under the ground. These are good places for. طبعا other places اللي هي under the ground، طالما بقول تحت الارض يبقى اسمها، قلنا الارض تبقى جيو يا ولاد، جيو، يبقى هنختار جيو ثيرمال، الحرارة اللي بتبقى في باطن الارض. Number 17, we need to get a of our energy from renewable sources. Renewable sources متجددة. طب هل هعمل more ولا less؟ طبعا انا محتاج more، انما we need to get a of our energy from non renewable sources. محتاج بقى ايه، more ولا less؟ المرة دي هقلل علشان دي طاقة غير متجددة، هقلل منها. طيب تعالوا بقى النهاردة نتكلم عن بيئة او بلد اللي هي ايسلند، وازاي هي فيها مصدر من مصادر الطاقة المتجددة او renewable energy اللي هي اتكلمنا عليها لسه، الجيو ثيرمال او طاقة ايه، الطاقة الحرارية اللي جاي من باطن الارض، جيو ثيرمال energy. طيب اشمعنى يعني ايسلند؟ واي ايسلند؟ من مميزات البلد دي يا ولاد ان هي الارض فيها سخنة ومليانة جيو ثيرمال energy. عن طريق ايه؟ عن طريق الهوت سبرينجز، ودي بتبقى ينابيع فيها مية سخنة، وكمان فيها فولكانوز وفيها براكين. فبالتالي طبعا هي بيئة كويسة جدا ان انت نطلع منها ايه، جيو ثيرمال. ليه؟ لان درجة الحرارة بتاعت الفولكانوز والهوت سبرينجز بتبقى كبيرة جدا، فبالتالي انا ممكن اطلع منها دي انرجي، الحرارة دي انرجي، الثيرمال ده انرجي، فطلع منها جيو ثيرمال. وطبعا زي ما احنا عارفين ان ده حاجة بتفضل موجودة، تبقى renewable energy، طاقة متجددة موجودة على طول. طيب تعالوا نشوف ايسلند بتستخدم الجيوثيرمال انرجي اللي هي عندها دي ازاي. بيقولك ان ايسلند is a cold country، مع انها cold country، بلد المفروض ان هي الجو فيها سائع، but it has more than 600 hot springs، مليانة hot springs اللي هي ينابيع المية ايه، السخنة، and 200 volcanoes، وكمان 200 بركان. الفولكانوز هو البركان، volcanoes. There is a whole lot of hot water under the ground، مليانة طبعا hot water under the ground، تحت الارض، تحت الارض بيلاقوا عندهم ايه، مية سخنة. This is used to heat homes and to make electricity. بيستخدموا الهوت ووتر دي
علشان يدفوا بيها البيوت، وكمان علشان يعملوها ايه to make electricity ويحولوها electricity. يبقى احنا ممكن نستخدم الجيوثيرمال انرجي دي كهيت على طول، وسخن بيها اي حاجة زي البيوت to heat homes، اسخن البيوت او ادفي البيوت. طب وايه ممكن اعمل بيها ايه تاني؟ to make electricity، احولها من thermal ل electrical energy. طب how does it work؟ ازاي بيعملوها؟ ازاي how does it work؟ ازاي بيحولوا من thermal ل electricity؟ how does it work؟ ازاي when water gets hot، اول لما الووتر بتبقى سخنه ايه اللي بيحصل؟ ببتدي اشوف ايه، it makes steam، بشوف بخار، steam بخار، يبقى it makes steam. يبقى when water gets hot بتعمل ايه؟ it makes steam. engineers بقى بين المهندسين بيعرفوا يحولوا من الستيم ده electricity، او يحولوا من الهيت انرجي دي لإلكتريستي. ازاي؟ engineers in Iceland can make holes down to the hot water under the ground. بيعملوا holes او حفر تحت كده، بيحفروا تحت الارض لحد ما يوصلوا مين؟ للhot water under the ground، اللي موجودة فين؟ تحت الارض. موجودة فين؟ under the ground. يبقى الانجينيرز بيعملوا ايه؟ make holes down لحد ما يوصلوا ايه؟ للhot water اللي موجودة ايه؟ under the ground. طيب اول لما يعمل هول معه فيه هوت ووتر، يبتدي بخار او الستيم ده يطلع، then steam comes up، هيبتدي يطلع لفوق comes up and it moves the turbines. بيحطوا بقى مقابل للستيم اللي طالع من الارض ده، بيحطوا في قصاده ايه؟ turbines، ودي بتبقى شبه ايه؟ طواحين، زي طبق شبه طواحين الهواء او شبه المروحة turbines. اول لما الستيم ده بيتقابل بالturbines بيخليها ايه؟ move. it moves turbines عشان يعمل لي ايه؟ to make electricity. الحركة دي يا ولاد، حركة turbines بتتحول تبقى ايه؟ electricity. طيب why is it important؟ ليه مهم قوي يعني احنا نستخدم الhot water او الهوت سبرينجز دي في ان احنا نطلع الكتريستي؟ لان 100% of its electricity and heat comes from renewable source. دي سورس يا ولاد طبيعي وموجود طول الوقت، renewable source، وكمان طبعا clean، انا مش بلوث بيه اي حاجة، فطبعا يعني مكان مميز جدا او طاقة مميزة جدا انت تستخدمها، بدل ما بنستخدم الوقود اللي هو بيلوث البيئة او الـ non-renewable sources. طيب ايه كمان؟ احنا كده عرفنا ازاي بنحول من الـ geothermal energy لـ electricity. دلوقتي بقى محتاجين نعرف ازاي الـ water، احنا عرفنا ان من الـ renewable sources منها الـ water. طب ازاي بنحول من الـ movement بتاعت الـ water دي نعمل منها electricity، نحولها تبقى electricity وتبقى electrical energy؟ تعالوا نعرف دلوقتي. بيقولك hydro electricity، اولا اسمها ايه؟ hydro electricity. وبيقولك بقى how hydro electricity used in the past، كان بيستخدم ايه في الماضي؟ هنعرف بقى بالتفصيل. people have used hydro electricity also called hydro power. ما هي الالكتريستي او الطاقة عامة بنقول عليها ايه؟ power، قوة او طاقة. طيب وليه بقول هايدرو؟ كلمة هايدرو دي معناها water، جاي من الووتر. هايدرو الكتريستي يعني الكتريستي جاي من الووتر، هايدرو باور يعني باور او قوة جاي منين؟ من الووتر. يبقى ممكن اقول عليها هايدرو الكتريستي او هايدرو ووتر، معنى كده ان الالكتريستي دي جاية من الووتر. for a long time hydroelectricity means يعني ايه اللي احنا سائلين؟ using the energy from moving water، اللي بناخد الانرجي اللي بتيجي من moving water عشان نعمل بيها ايه؟ to move machines. طب الماشينز دي كنا لسه قايلين عليها مثلا ممكن تبقى زي ايه؟ زي التوربينز. ما دي ماشين، مش دي مكنة او حاجة نعملها علشان تحول لي moving water دي الحركة بتاعتها لي electricity. يبقى بستخدم الانرجي اللي جاية منين؟
from moving water عشان نعمل بها ايه to move machine أو or generate electricity أو عشان ايه أولد الكهرباء generate زيها كده زي produce generate أو produce electricity بولد كهرباء generate electricity. طب الهيدرو الكتريستي بجيبها منين؟ from moving water عشان تعمل لي ايه to move machines or generate electricity. زمان بقى the ancient Egyptian المصريين القدماء and the Greeks واليونان used the energy in moving water كانوا بيستخدموا الانرجي اللي جاية من moving water. ما هو اي حركة دي energy to turn water wheels عشان يحركوا بيها ايه السقية بتبقى شبه ايه العجلة. The water wheels could move machines طبعا من حركة ال water wheels دي او السقية بتحرك لي ايه بتحرك لي machines تانية بتبقى مرتبطة بيها. And these machines help with both farming and making water وكانت دي طبعا بتساعد في الفارمينج بتساعد في الزراعة وكمان ان احنا ايه نعمل فود لان طبعا الغذاء مرتبط بايه بالزراعة. يبقى زمان كانوا بيستخدموا ايه كانوا بيستخدموا الانرجي from in moving water عشان يعملوا ايه to turn water wheels عشان يحركوا بيها ايه السوائي او السقية. طبعا السقية او العجلة دي كانت بتعمل ايه move machines بتحرك machines تانية او الات تانية والالات دي كانوا بيستخدموها ايه in farming we making food. طيب دلوقتي بقى بيعملوا ايه now we can use hydroelectricity ابتدينا نستخدم الهيدروالكتريستي عشان ايه برضو to generate electricity. هيدرو قلنا جاية من ايه من water يعني electricity جاية من water hydroelectricity to generate electricity عشان نولد الكهرباء generate electricity. A hydroelectric dam بنينا ايه دام سد hydroelectric dam معنى كده ان هو سد عشان يولد ايه الكهرباء hydroelectric dam uses the energy in falling water ما هي المية طول ما هي واقعة كده اسمها ايه falling water falling water كان بيستخدم الانرجي اللي جاية من falling water to turn a turbine بيستقبله هنا تحت ايه turbine تخيل المية لما تنزل بالمنظر ده عليه هتخلي turbines ايه اهي تلف هتخلي turbines ايه تلف يبقى من شدة الووتر وهي نازلة هتخلي التربينز ايه تلف اللفة دي تعمل لي ايه الكتريستي او زي ما انتو شايفين اهي الووتر وهي نازلة الووتر فول هتعمل لي ايه موف ذا تربين شايفين التربين هي عمالة ايه تلف. يبقى دلوقتي بقينا نعمل ايه ما بنقلقش نستخدم الووتر ويلز او ما بنستخدم ايه هيدرو الكتريك دام عشان نستخدم الانرجي اللي موجودة في الفولينج ووتر او المية اللي بتتحرك دي to turn a turbine. الميكانيكال انرجي اللي هي جاية قصده بيها الحركة الميكانيكال انرجي of the moving turbine is changed to electrical energy by a generator الجهاز ده بقى اسمه ايه generator هو اللي بيحقق المسؤول انه يحول لي الموفينج توربين ياخد الانرجي بتاعت الموفينج توربين يحولها لي ايه لالكتريكال انرجي. طبعا من اشهر الهايدرو الكتريك دام هو طبعا الهاي دام بتاعنا اللي موجود في اسوان. The high dam was finished in 1971 ياد من زمان قوي. It uses water from the river Nile بيستخدم الووتر اللي جاية ايه من الريفر نايل to generate electricity طبعا الووتر بتجينا من السودان تيجي على اسوان. طيب اول لما تيجي تعدي زي الصورة اللي احنا شفناها اللي فاتت فالمية اول لما تيجي من السودان جاية على اسوان تدخل جوه الدام وبعد كده تنزل بقى ايه وتلف في التربينز. تخيل كده معي the location of Aswan made this a good place to build a dam. شمعنا يعني اخترنا أسوان عشان
نبني الدام أو السد because it could stop the river Nile from flooding. ما احنا بالنسبة لنا كإيجبت يعني أول مكان الووتر بتوصل هو مين؟ هو أسوان. لو المية دي كانت بتبقى زيادة قوي زمان كانت بتزيد المية كانت بتعلى وتغرق لي الأراضي كلها إيه الزراعية. ده اللي اسمه فلودينج فيضان. فلودينج فيضان. يبقى أنا بنينا الهاي دام عشان حاجتين. أول حاجة إن المية ساعات بتزيد وبتعمل لي إيه فلودينج فيضان. طيب تاني حاجة انا هقدر استخدم المية الزيادة دي بدل ما هنغرق بعد ما نغرق بيها وتغرق الاراضي كلها الزراعية ما هتعملي بيها ايه هستخدمها ان هي ايه احولها لإلكتريستي to generate electricity. عشان كده احنا بنينا اسوان دام. The dam has 12 large turbines. موجود في ايه الدام واحنا بنيناه وخلينا مع ايه 12 large turbines inside. موجود جوا ايه 12 large turbines inside. يبقى تاني احنا ليه بنينا او build the dam عشان حاجتين. اول حاجة stop the Nile river from flooding. stop from اوقف حاجة stop from اوقف stop the Nile river او the river Nile from flooding من الفيضان من هو يفيد ويزيد. طب تاني حاجة حطيت له ايه 12 large turbines inside عشان يعمل ايه to generate electricity. It generates more than 10 billion kilowatt hours of electricity a year. طيب الكيلوات دي الطريقة اللي انا بحسب اليونت اللي انا بحسب بيها الالكتريستي. كيلوات قدرة الدام ان هو ينتج لي كهرباء او اعملها بايه يعني هقولها بالكيلو هقولها بالمتر لا هقولها بالايه بالكيلو وات. بنقيس الكهرباء يا اولاد الالكتريستي بالكيلو وات. طب ينتج لي قد ايه 10 بليون وده طبعا رقم كبير جدا. فبالتالي احنا الكهرباء اللي بتجينا من السد طبعا حاجة كبيرة فادنا في ان هو يولد لنا الكهرباء generate electricity وكمان stop the river Nile from flooding. طيب نرجع تاني كده على الكلمات المهمة اللي احنا لسه قايلينها. hydro electricity طبعا من كلمتها بس hydro يعني moving water. energy جاية منين the energy from the moving water اللي عملت لي ايه that generate electricity أو change into electricity. طيب location يعني ايه location يعني place أو position موقع location. لو قلت لك مثلا ان اشمعنا استخدمنا ليه بنينا البيلد الهاي دام في أسوان أو هقول لك ايه location اشمعنا اللوكيشن ده مهم يبقى location موقع موقع او مكان place او position. طيب كيلوات قلنا كيلوات ده اليونت اللي انا بقيس بيها ايه الالكتريكال باور بقيس بيها الالكتريستي. a measure of 1000 watts of electrical power بقيس بيها ايه الالكتريك باور. طيب water wheel قلنا دي اللي احنا كنا بنستخدمها زمان a large wheel turned by moving water عشان ايه كان بنستخدمها ان هي تعمل ايه move machines كنا بنستخدمها طبعا في الفارمينج to make food. طبعا دلوقتي لا خلاص ما بقيناش نستخدم الووتر ويل بقينا نستخدم ايه سنة رابعة برافو الهاي دام او الهايدرو الكتريك دام. طيب ايه اهم الفيربس اللي احنا قلناها use يستخدم use تبقى used. طب heat بيسخن heat water heat طبعا تبقى ايه heated excellent heated generate يولد generate electricity generated. من الكلمات المهمة او من الفيربس مهمة مين يعني اقول كذا means كذا
مين تبقى meant. مين meant. وبيلد زيها بيلد بيلت بيلد بيلت برضو تي. طب تيك توك تيك توك بتيجي معنى حاجتين, ان هو ياخذ او يستغرق, ويستغرق هنا قصده بيها وقت. هياخد وقت قد ايه؟ it takes a long time, خد وقت طويل. ممكن قصدي بيها take اخذ, I take a pencil مثلا, انا خدت pencil. يبقى اتنين, يا اما ياخذ يا اما يستغرق. طيب ايه ال expressions المهمة اللي احنا قلناها او phrases؟ come up, come up يعني يرتفع, come up يرتفع. لكن come from يأتي من, يبقى come up يرتفع, انما come from يأتي من, جاي منين, come from. refer to بشير الى, refer to قصدي بيها حاجة مثلا, refer to underground water المياه الجوفية, المياه اللي بنجيبها من تحت الارض اللي هي زي المياه اللي بتبقى في البير, بقول عليها underground water. طيب هادرو electric planet, planet هنا مش معناها نبات, معناها محطة. محطة ايه؟ بتنتج لي الهايدرو الكتريك, يبقى محطة طاقة كهرومائية, قصده بيها الكهرباء اللي جاية من الايه, من الووتر. for a long time or for a very long time, لوقت طويل جدا. طيب تعالوا نتأكد ان احنا فهمنا الليسون عن طريق ان احنا make sentence. طيب هستخدم move وهستخدم machines. طيب من الصورة دي, دي الووتر ويلز. طيب الووتر ويلز دي كانت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ موف ووتر. او ممكن اقول لك الموفينج ووتر كانت بتعمل ايه؟ موفز, بتحرك ايه؟ ماشينز, عشان تعمل ايه؟ تو جنريت الكتريستي. موفينج ووتر المية اللي بتتحرك, موفز ماشينز, بتحرك لي الماشينز. او ممكن حد تاني يقول لي يكمل هالي or generate electricity, او بتنتج ايه, او بتولد الكهرباء. طيب stop وفلودينج الفيضان, مين اللي كان بيعمل لي stop؟ الدام روفو بيعمل ايه؟ stop, stop مين؟ مش هتقولي stop floating, لا stop مين؟ the river nile, من ايه؟ من الفلودينج, from floating. اقول stop from, stop كذا from. the dam stops the river Nile from flooding, من الفيضان, كان بي ايه؟ قلل من الفيضان, لانه بيخزن جواه ايه؟ المية. طيب read and complete the dialogue, انا عندي dialogue conversation ما بين اياد وامير, انا المفروض ايه؟ اكملها ب electricity, وعندي steam و hot و heat. طيب خلي بالك في فرق, hot بوصف بيها يبقى adjective, و heat النون نفسه. طيب او ممكن تيجي مع بverb. طيب نعال نشوف ايه واحدة واحدة. اياد, how does the environment in Iceland make renewable energy, ازاي في ال environment بتاعة island Iceland عندهم renewable energy. امير قال له there is a lot of a water underground, انا هنا انا عايز اوصف الووتر, ده في كتير ايه؟ من الهوت. برافو, يبقى دي نمبر 1. نمبر 1 هتبقى hot water under the ground. اياد, is this hot water used to, بنستخدمها to ايه؟ بعد used to احط الverb, مين هنا verb؟ heat, excellent, to heat homes. هل الهوت ووتر دي هنستخدمها to heat homes عشان نسخن البيوت؟ امير, yes and it is also used to make, عشان اعمل بيها ايه؟ محدش يقول steam, انا مش عايز اعمل بخار, عايز اعمل ايه؟ electricity, excellent, to make electricity. اياد, what happens when water gets hot, ايه اللي هيحصل يعني لما الووتر تبقى hot؟ it makes, الووتر هتبقى ايه؟ yes steam, بخار, يبقى steam هتبقى number 4.
طيب number three, reorder the words to make correct sentences. عشان اعمل sentence. طيب تعالوا بقى هنا. عندي large inside dam turbines 12 has. اول حاجة هو بيقولي start with the, يبقى ذا هخليها number one. ذا ايه؟ انا هنا هتكلم عن ايه؟ هل انا محتاجة اتكلم عن الدام ولا التربينز؟ طبعا دام. طيب الدام, ذا دام. بعدين ادور على الفيرب, ذا دام ماله, has, برافو, ذا دام has عنده ايه؟ 12 دول كانوا كبار صغيرين, large 12, بعدين large turbines جواه inside, يبقى ذا دام has 12, هتبقى number 4, 12 large turbines inside. طيب number 2, natural comes geothermal sources energy from. طيب انا هبتدي start with the geothermal. geothermal دي هتبقى ايه؟ energy. هقول geothermal energy. محتاج بقى اقول verb, هقول ايه؟ فين؟ comes. طالما قلت comes يبقى هقول comes from. comes from ايه؟ برافو, natural sources, من مصادر طبيعية اللي هي renewable sources. يبقى natural هتبقى number 5, resources number 6. number 3, dam meters is Karahnjar, وده نوع من السدود او دام موجود في ايسلند. high 193. طيب هبتدي بايه؟ هبتدي باسم الدام اللي هو كراهنشغار, مش مشكلة الاسم. طيب ده عبارة عن ايه؟ دام. طيب ماله, انا عايز اتكلم بقى عن طوله, يبقى انا هقول is عشان انا ايه هوصفه, is. طيب هاي ولا meters؟ المفروض اسمها meters high, واقول النمبر الاول, يبقى 193 meters high. نيجي بقى الجزء الهومورك, هنعمل ايه السنة الرابعة؟ هتاخدوه سكرين شوت وبعدين تحلوه تبعتولي تحت في الكومنتات. وبشكر طبعا صديقنا حماد, برافو عليكي حماد, بعت للقناة الهومورك بتاعه بتاع المرة اللي فاتت, برافو عليك. انا لازم اقول اسمك من ضمن المتفوقين. انا عايزاكم كل اللي بيشوفني يبعتلي تحت في الكومنت الواجب علشان نتابع مع بعض اول باول. طبعا كل اللي هيبعت هقول اسمه طبعا من ضمن المتفوقين. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة, يا رب تكونوا استفدتوا يا سنة رابعة. لو ليكوا اي سؤال يبعتولي تحت, وطبعا ما ننساش نحل الهومورك عشان تبقوا من المتفوقين يا سنة رابعة. اشوفكوا على خير, مع السلامة.